السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا ضيوفنا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامج تعلم الموسيقى. شكرا. ضيف الحلقة اليوم ضيف عزيز وغالي علينا جميعا، الأستاذ عمرو حسنين. شكرا. شكرا. أستاذ عمرو، ما موضوع اليوم إن شاء الله؟ اليوم إن شاء الله هنتكلم عن مفتاح فا من قواعد ونظريات الموسيقى. مفتاح فا ده أكيد غير مفتاح صول. أكيد طبعا. اتفضل يا فندم. تختلف الطبقات الصوتية من إنسان لآخر، وكذلك من آلة موسيقية لأخرى من حيث الحدة والغلظ، فقد يكون إنسان صوته حاد وآخر صوته غليظ. وكذلك بالنسبة للآلات الموسيقية، فهناك آلات تصدر صوتا حادا وأخرى تصدر صوتا غليظا. نتذكر جميعا أن رسم مفتاح صول على المدرج الموسيقي يبدأ من الخط الثاني، ولذلك نسمى الخط الثاني صول. نعم. مفتاح فا الخط الرابع يبدأ رسمه من الخط الرابع، وتوضع نقطتان تحددان نفس الخط، وبذلك يسمى الخط الرابع فا، ويختص بتدوين صوت الباص أغلظ أصوات الرجال، والتدوين لآلة التشيلو، كما يستخدم في التدوين لبعض الآلات التي تستخدم في العزف اليدين معا مثل البيانو والأكورديون، حيث يكون التدوين لها على المدرج الكبير. يضم مدرج مفتاح فا الخط الرابع 9 نغمات فقط، ولكن يمكن زيادة هذه النغمات بالخطوط الإضافية أعلى وأسفل المدرج في الاتجاهين الحاد والغليظ. بعض الآلات الموسيقية تستخدم المدرجين معا، مدرج مفتاح صول ومدرج مفتاح فا، وهذا بسبب وجود طبقات صوتية متعددة في كل منها مثل آلتي البيانو والأكورديون. يستخدم عازف البيانو اليد اليمنى واليسرى معا في العزف، يستخدم دائماً اليد اليمنى في عزف الطبقات الحادة والمتوسطة، بينما يستخدم اليد اليسرى في عزف الطبقات الغليظة. كذلك عازف آلة الأكورديون. هل يدون لهذه الآلات على المدرج الكبير؟ نعم أحسنت. والمدرج الكبير هو عبارة عن مدرجين تم ربطهما من جهة اليسار بخط واحد، مدون على المدرج العلوي مفتاح صول، أما السفلي مفتاح فا الخط الرابع، ويتوسط المدرجين الخط الإضافي دو الوسطى، يصبح عدد خطوط المدرج الكبير 11 خطا. رائع جدا. شكرا أستاذ عمرو. شكرا ضيوفنا الأعزاء، إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا. شكرا.